وبالعودة إلى بيان هيئة علماء المسلمين بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور يوسف الدباغ، مسؤول القسم الاجتماعي في هيئة علماء المسلمين في العراق. أهلا بكم دكتور يوسف إلى هذه الجولة الإخبارية. ما أبرز أوجه الاعتراضات من قبلكم على التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية، لا سيما الأسباب التي دفعت الهيئة لاعتبار القانون بأنه وسيلة ترسخ النزعة الطائفية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أصلي وأسلم على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حقيقة هذا القانون هو قانون يبني مقترحات لتعديل قانون الأحوال الشخصية المرقم 188 في سنة 59. في البداية أريد أن أذكر أن هذا القانون رقم 188 يرتبط بسنة 59 كان يعده المراقبون من اكثر القوانين عدلا وتمدنا وتحضرا في المنطقه العربيه تحت اقل تحديا. وهذا ما يدفعنا الى التساؤل، لماذا هذه المبالغه غير المحسوبه بهذه المقترحات لتبديل هذا القانون؟ والحقيقه القانون يحمل في فقراته كثيرا من التساؤلات والعجب والغرض والغريب. القانون يصدر المقترحات تصدر على الرغم من ان هناك من الاعتراضات من الاتحاد الوطني واتحاد دوله القانون واتحاد الفنون واتحاد الاسلامي وكردستان الى جانب نواب الاتحاد الوطني واتحاد المدني، حتى انهم خرجوا من قاعه البرلمان لقصد الاخلال بالنقاب. ومع ذلك فقد تم التصريح عليه وعقاب به ما يسمى تصريح المبدئي على هذا المشروع رغبه الى تسجيل هذه الاعتراضات الكثيره منها يمكن ان بصوره واضحه ان هناك يعني خفيه تسعى للاستفاده والانتهاز الفرصه واستثمار هذا المقترح في اسباب انتخابيه اهداف انتخابيه وما الى ذلك. نعم. في امس الى توحيد الضبط او على اقل تقدير تهدئة الشارع بدلا من إثارة الشارع بين سني وشيعي. نعم دكتور يوسف، ماذا عن التجاوزات؟ نعم دكتور يوسف، ماذا عن التجاوزات التي يتضمنها القانون المعدل، خصوصا الأمر الذي يتعلق بموضوع وحدة العراقيين ومنع تعدد المحاكم؟ نعم، وهذا ما تعدى وهذا الذي يكرر الطائفية من جديد بأدفع إصبعها. وبهذا نقول هناك اصوات مذهبيه، هناك اصوات شيعيه اعترضت، هناك اصوات سنيه اعترضت، لماذا هذا الاصرار على تنفيذ قانون واجراء سياقات يعني بطبع خاصه ولا حد المؤكد انها تخدم مصالح هناك منتفعين من هذا، ينتفعون من الشيء الجديد ويسبب حاله صفاء وحاله قلقل وحاله يعني رفض تام. ونحن في غنى تام عنها في مثل هذه الظروف في العراق. الى حقيقه ينبغي ان نختلف ان نبقى في حاله غليان، في حاله يعني في امس الحاله في الحاله في ان يكون الرغم يعني نعم. دكتور يوسف الدباغ، مسؤول القسم الاجتماعي في هيئه علماء المسلمين، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.